عليكم ورحمة الله، معكم أستاذ تربية بدنية. اليوم غادي نهضر على المشروع ديال الحلقة ولا بروجي دو سيكل، واختاريت لا كورس دو فيتيس، يعني الرياضة ديال السرعة. ومشروع الحلقة يعني في المؤسسة، الحلقة يعني دراسية، يعني اختاريت مسافة ديال القصيرة السرعة، والمشاريع يعني الوزارة اعتمدوا على في هذه الحلقة الدراسية تتكون من 10 حتى 12 حصة. وفي هذا لافيش اللي عندي دابا في 10 ديال الحصص. المهم غادي نبداو على بركة الله، نبداو بواحد لافيش. يهدي هاد لافيش هي كلشي في مادة الطبيبة البدنية، هي اللي تعتمدوا بها في التيغان في براتيك. هذا تيوري، ولكن في براتيك يكون حاجة لاخر، يعني كيكون أستاذ عنده دراية مزيان بهاد لافيش. المهم لافيش تتكون من الموديل جروب دا بي اس، ا بي اس سيبور، نيفو سكولير. انا اختاريت بروميير اني كوليج، وعندي حصه الاولى هي هذه، وماتيريال على حسب مؤسسه. اذا كانت مؤسسه عندهم ماتيريال، عندهم كرونوميتر، كلاكوا، داكشي تديرو. اذا ما كانش ما تديروش، على حسب. كتسمى ماتيريال ديداكتيك. المهم عندنا او تي اي، عندنا او تي سي، كومبيتونس فيزي. هادو تنجبدو من التوجيهات التربويه. التوجيهات التربويه هي اللي تتعتمد عليها الوزاره. خاصني المهم هاد او تي اي او تي سي كومبيتونس فيزي تنجبدوها من التوجيهات التربويه. تختار بخومي انا كوليج تنكتبهم. او تي اي او تي سي كومبيتونس فيزي كيكون شي ثلاثه، تنختار حاجه واحده هي اللي خصني نخدم عليها. وديك حاجة واحدة خصني نطبقها في لافيش ديالي وفي البراتيك. عندنا لوبجيكتيف دو لا سيونس تنكتبو تا هو. لوبجيكتيف ديال الأولاني يعني ديال أول حصة، تنشوف لو نيفو ديال لي زيليف، نيفو ديالهم. والحصة تتكون لينا من هكا، من باغتي إنيسيال، باغتي فوندامونتال، باغتي فينال. المشرع قال لينا في باغتي إنيسيال حدك 15 دقيقة، ما تفوتش 15 دقيقة. هذيك 15 دقيقة ديال بارتي انيسيال كيكون عندنا يعني لابسونس، يعني فيريفيكاسيون لابسونس توني. تتكون عندنا ايشوفمون جينيرال، كورس ليجي، مثلا واحد 6 مينوت ولا 8 مينوت مزيانة. ايشوفمون سبيسيفيك على حسب لاكتيفيتي اللي عندك. دابا عندي كورس دو فيتيس، يعني خصني ندير لهم ليشوفمون سبيسيفيك، يعني اللي خاص تكون عندها علاقه بهذيك الرياضه. هنا عندي ايليفاسيون دو جونو، طالون فيس، ايتيرمون. المهم و كاينه عند زيت عشاني لا فيتيس ماكسيمال اون سينيا، يعني تدير واحد ديبار اون سينيا. هادي في ايشوفمون جينيرال و سبيسيفيك. والهدف ديالي هذا شنو؟ الهدف ديالي هو تنطلعوا ضربات القلب، يعني ضربات القلب عند انسان عادي تتكون ما بين 60 حتى 80. ملي تدي واحد لاكتيفيتي خص تطلع، ضروري خص تطلع. الا ما طلعاش راه خاص انك ما كاينش واحد اللي يشوف مو اوغمونطاسيون دو فريكونس كاردياك. وثاني حاجه تنشوف حتى فيزاج ديالو، واش دار ايشوفمون ولا ما دارش. وثالث حاجة ضروري ملي يشوفمون تنيفيتيو البليسيور. متافقين معايا في هادي؟ المهم في بارتي فوندامونتال عندنا لو بوت. لو بوت ماشي ديال الأستاذ. دابا عندنا في اللول اوبجيكتيف دو لا سيونس لو بوت ديال الأستاذ، أما بارتي فوندامونتال لو بوت ديال الإليف. إليف شنو هو الهدف ديالو في هاد الحصة؟ هنا كاتب
ديتكتي لو نيفو دي زيليف او كورس دو فيتيس سيغ اون بيست دو 50 متر، يعني 50 متر تنشوف النيفو ديالهم. و البارتي فوندامونتال كتكون لينا من واحد، المهم من لو بوت، كونديسيون دو رياليزاسيون، كريتير دو رياليزاسيون، كونسين، كريتير دو ريسيت. هادو خمسة بيهم ضروري خاصهم يكونوا في لافيش ضروري. لو بوت، كونديسيون دو رياليزاسيون، هما زعما كيفاش خاصني نغروبي دي زيليف، يعني واش خاصني نفرقهم ولا خاصني نجمعهم، كيفاش خاصهم يكونوا في التيران، على حسب التيران اللي عندك. المهم كونديسيون دو رياليزاسيون مهم بزاف، يعني تنشوف نيفو دي زيليف، يعني على حسب نيفو دي زيليف تنغروبيهم، نيفو لي مزيانين، نيفو متوسطين، نيفو عاديين. من بعد ندير لا كريتا دو رياليزاسيون، كيفاش خاصني نرياليزي داك ديبار، يعني انا كاش فير اون كورس افيك ديبار ريغلومونتير، يعني خاصني ندير ديبار ريغلومونتير من افو ماك بري افيك لو سينيال بارشي اون سينا كرونومتر كورير فيت اي دروات، يعني خاصو يمشي في داك الممر، ما خاصوش يخرج ليا الممر ديال الزميل ديالو، وخاصو يفرونشي لا لين دو فيتاس، يعني خاصو يوصل لا لين اريفي بواحد لا فيتاس مزيان 100%. عندنا كونسين، كونسين هو مثلا هو خاصني كيفاش كيفاش خاصو يدير الديبا كونسين افيك لو سينيال، يعني خاصة يسمع السينيال ديال بيستولي ولا ديال كلاكوار كيدير ديبار ديالو، كيكون ريغلومونتير، يعني افو ماك بخي بارتي. كريتا دو ريسيت هو المعيار ديال النجاح، هو البيرفورمانس، يعني خاصو يوصل لي واحد البيرفورمانس ديالو، يعني يحقق واحد الزمن معين ديالو. المهم البارتي فوندامونتال هي مهمة في الحلقة الدراسية. من بعد ندوزو بارتي فينال، بارتي فينال كيديروتو اون كالم، يعني كيجيو عندك لي زيليف تهضر معاهم، ملي تهضر معاهم هما خاصهم يديرو لي زيتيرمون، يتصنتو ليك شنو هو الانجاز اللي نجزتو في هذاك الدرس، كيفاش كان الدرس، هاكا. من بعد تهضر لهم على الحصه الجايه ان شاء الله شنو غادي يكون عندكم. المهم هادشي بالبساطه، المهم لافيش هي هادي، فيها خاص تكون بحالكم موديل جروب دا بي اس ا بي اس سيبور، المهم بهاد الطريقه. من بعد مش دير هاد لي تيست ديال الدياغنوستيك، كتسمى تيست دياغنوستيك، تشوف النيفو ديال زيليف. من بعد تحاول تمشي دير ديداكتيك ديالك، يعني تمشي للدار وتحاول تصوب ليهم زعما كيفاش خاص يكون الحصص الجايه. هذاك تسمى دابا لا بروجي بريفيزيونيل، هو هذا كيكون بهذه الطريقه. نفس الحاجه دير داك الموديل تحطو من توجيهات تربوية او تي اي او تي سي كومبيتونس فيزي كونيسونس بروسيدور كونسيبتيال كومبورتمونتال، على حسب انت شنو بغيتي تخدم عليهم. دابا كومبيتونس بروسيدورال هو داك لا بيرفورمانس ديالهم كيفاش كان الطريقه ديال الجري ديالهم. كونسيبتيال هو المعرفه، يعني معرفه عام على لا كورس دو فيتاس كيفاش كيكون في الديبار، يعني واحد لا ريغلومون. كومبورتمونتال هو السلوك ديال التلميذ، واش كيجيب توني ولا ما كيجيبوش، هاكا. من بعد تحط الحصص ديالك ديال 10 الحصص كيكونوا بهذا الشكل، الحصه الاولى والحصه الاخرى كيكونوا تيست، تيست دياغنوستيك الحصه الاولى والتيست الاخر تيست سوماتيف، يعني تيست فينال هو اللي تحط فيه النقطه، التيست الاخراني هو اللي تحط فيه النقطه. وهادو اللي كاتب منها سيكونس، انا كاتب دو سيكونس، يعني يقدر يكون دو لو تخوا سيكونس.
انا كتبغي ياجي فيت اكري لا فيتاس، يعني في الاول في اول حصص، يعني في الحصه الثانيه الثالثه الرابعه خمسه، تنخدم على الديبار، تنخدم على رياكسيون كيفاش خاصو يخرج. من بعد سيكونس الثانيه تخدم على خاصو يوصل خط النهايه بواحد لا فيتاس كي فيتاس ماكسيموم ديالو، يعني خاصني نخدم عليه هادشي. تخدم في حصة 6 7 8 9 على هادو، خاص يوصل واحد الزمان زمان مزيان. من بعد ناشا ندير الحصص ديالي، الحصة التانية كيفاش خاص تكون على حسب هاد بروجي بريفيزيونال، يعني هذا هو هو مهم بزاف، تعرف كيفاش خاص تخدم معاهم، الحصة التانية التالتة الرابعة إلى آخره. الحصة التانية تاعي نفس الشيء بحال نفس الحصة الأولى، ديما تنبدل تنكتب أوبجيكتيف دو لا سيكونس، بدلت أوبجيكتيف دو لا سيكونس صافي، تكتب أوبجيكتيف دو لا سيونس ديالك نفس الشيء، لو بيت كري دو ريسيت كونديسيون دو غاليزاسيون إلى آخره. الحصة التالتة تاعي مثلا تا الحصة الأخرى هي هادي الحصة العاشرة، تتكون فيها تيست فينال، تيست سوماتيف كتسمى، تنشوف لا بيرفورمانس ديالهم، وتنقط على جوج حوايج، تنقط على لا بيرفورمانس يعني التوقيت اللي خاصو يديرو، والتاني حاجة طريقة ديال الجري ديالو كيفاش وصل. المهم هذا واحد اختصار ديال الحلقة الدراسية كيفاش خاصها تكون بهذه الطريقة، وان شاء الله المره الجايه غادي ندير شي فيديوهات على كيفاش على التوجيهات التربويه كيفاش خاص تكون، والثاني على لا بلانيفيكاسيون كيفاش خاص تكون، على لا جيستيون دو كلاس، و اوسي على داك ايفالياسيون تاعيا شي مهمه. التخوا بلانيفيكاسيون جيستيون و ايفالياسيون مهمين بزاف في التربية البدنية. المهم إلى إلى إن شاء الله الدرس جديد إن شاء الله، ومع السلامة.